بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن زراعة البطاطس من الألف للياء وبالتفصيل وبالصور وبالفيديو يا جماعة لكل حاجة إن شاء الله، عشان كل حاجة تكون واضحة قدامك. هنتكلم عن مواعيد الزراعة، هنتكلم عن كمية التقاوي المناسبة لكل صنف من الأصناف، هنتكلم عن طريقة تجهيز التربة للزراعة، هنتكلم عن الاحتياجات السمادية، البطاطس بيحتاج قد ايه فوسفور، بيحتاج قد ايه نيتروجين، بيحتاج قد ايه بوتاسيوم، هنتكلم عن الاصابات والامراض اللي بتصيب نبات البطاطس يا جماعه، كمان هنتكلم على ان ازاي تحصل على اعلى انتاجيه لفدان البطاطس. محصول البطاطس يا جماعه احد اهم المحاصيل الغذائيه في العالم لاحتوائه على نسبه كبيره من الفيتامينات والمعادن والنشويات، وبتجود زراعه البطاطس في الاراضي الخفيفه او الاراضي الخصبه واللي بتحتوي على نسبه كبيره من العناصر الغذائيه والاراضي جيده الصرف، وبتجود زراعته في بي اتش تربه يا جماعه من 5.2 الى 6.5. يعني لو كانت حموره التربه عندك يا جماعه من 5.2 6.5، ده افضل وسط لانتاج اعلى محصول من نبات البطاطس. نبات البطاطس يا جماعه في بدايته او في مرحله المجموع الخضري بيحتاج الى درجات حراره من 20 الى 28 درجه، وبيحتاج الى ضوء عالي او نهار طويل. ولما بتوصل لمرحلة وضع الدرانات يا جماعة النبات بيحتاج إلى درجات حرارة منخفضة، وكمان بيحتاج إلى نهار قصير أو نسبة ضوء قليلة. نسبة الضوء القليلة يا جماعة بتحفز النبات إن هو يبدأ يضع كمية كبيرة من البيض أو من عدد الدرانات، ودرجات الحرارة المنخفضة بتؤدي أو بتحفز النبات إن هو يحجم لك البويضات دي أو الدرانات اللي موجودة تحت سطح التربة أو تحت النبات. نيجي بقى يا جماعة لمواعيد زراعة البطاطس. تبدأ مواعيد زراعة البطاطس يا جماعة عندنا عروات مختلفة لزراعة البطاطس. رقم واحد العروة الخريفية، ودي بتبدأ زراعتها يا جماعة من 15/8 لغاية 1/10، وأفضل معاد للزراعة يا جماعة من 15/9، ده أفضل معاد لزراعة العروة الخريفية، ودي بناخد تقويها من العروة الصيفية. نيجي بعد كده يا جماعه للعروه الشتويه، ودي بتبدا زراعتها من 15/10 الى 15/11، وكل ما اتاخرت بعد كده يا جماعه بعد 15/11 ممكن تستمر معاك لغايه 1/12، ولكن نسبه المحصول بتقل او بتاثر بشكل كبير جدا، ودي بنسميها العروه المحيره اللي بتبدا من 15/11. لكن افضل يا جماعه في العروه الشتويه انك تزرع من 15/10 الى 15/11، وحاول انك انت ما تخطاش المده دي. بعد كده يا جماعه العروه الصيفيه، ودي بتبدا زراعتها من اول 12 يا جماعه لغايه 15/1، معاك يا جماعه زراعه من اول شهر 12 لغايه 15/1، وبعد كده يا جماعه بعد ما بتبدا تتاخر في الزراعه بعد كده بعد 15/1 لغايه 20/1 او 1/2 او تتاخر في الزراعه، العروه بتبدا تتاثر والانتاج عندك بيبدا يقل نظرا لتعرض النباتات لدرجات حراره عاليه، كمان النبات بيبقى اكثر عرضه للاصابات الفطريه والاصابات الحشريه. دول يا جماعه الثلاث عروات اللي بيتزرع فيهم نبات البطاطس او مواعيد زراعه البطاطس، للعروه الخريفيه والعروه الشتويه والعروه الصيفيه. نيجي يا جماعه لمرحله تجهيز التربه للزراعه. هتبدا تحرط الارض بتاعتك يا جماعه حارتين او ثلاثه، وبعد كده تحط السماد البلدي وتسوي الارض بتاعتك، تسويها تسويه جيده خصوصا لو انت هتزرع غمر، يبقى كان لو انت هتزرع غمر يا جماعه تكون الارض متسويه تسويه كويسه. وطبعا في البطاطس يا جماعه افضل الزراعه بالتنقيط افضل بكتير من الغمر، هتديك نسبه انتاج عاليه جدا عن الزراعه بالغمر. بعد ما خططت الارض يا جماعه، هتخطط الارض بتاعتك بمعدل من 9 الى 12 خط في الاصابتين، يعني 9 خطوط او 12 خط في السبعة متر على حسب الصنف اللي انت هتزرعه. بعد ما بتخطط الارض بتاعتك يا جماعه تبدا تطفي الارض، تغمرها بالمياه وبتصفيها. بعد ما تغمر الارض بالمياه يا جماعه تبدا تصفيها، وبتسيب الارض حوالي من 15 ل 20 يوم تبدا الارض تشفشف معاك، وبعد كده تبدا تزرع التقاوي بتاعتك. في اليوم اللي انت بتطفي فيه يا جماعه، او بعد ما بتطفي فيهم او بعد ما تغمر الارض بيوم، هتبدا تطلع التقاوي بتاعتك من الثلاجه وتحطها عندك في المخزن او في بيت يكون التهويه بتاعته كويسه، وتسيبها لغايه ما النباتات تبدا الضنه تبدا تحضر النمو بتاعتها. وبعد ما بتحضر النمو بتاعتها يا جماعه بتبدا تشحف او تقطع
لو انت هتشحف او لو مش هتحط الدرنه كامله. طبعا احنا قلنا الاصل في زراعه البطاطس يا جماعه انك تحط الدرنه كامله، ولكن لو انت هتخرط البطاطس او انك انت هتقطعها، الافضل انك تقطعها على عينين وتقطعها قبل الزراعه بيوم عشان تدي فرصه للشحفه ان هي تكون طبقه في اللينيه تحميها من الاصابه بالامراض الفطريه، كمان عشان تقدر انها تحتفظ بالرطوبه فتره طويله عشان الانبات بتاعها. نيجي بقى يا جماعة ليوم الزراعة. يوم الزراعة ده يا جماعة يوم مهم جدا ونركز فيه كويس قوي. انت بتجيب بتزرع بالالات اللي موجودة عندك، المكنة يبدأ يفتح لك الخطوط، تكون انت مجهز الخدمة الكيماوية بتاعتك اللي هي يا جماعة الخدمة الكيماوية 100 كيلو سلفات نشادر، 100 كيلو سلفات بوتاسيوم، 250 كيلو سوبر فوسفات، و100 كيلو كبريت زراعي. هتقلبهم مع بعض يا جماعة وتبدأ تبدرهم في قلب الخطوط قبل الزراعة مباشرة، وبعد كده تبدأ توزع الدرنات بتاعتك على مسافة زراعة من 15 إلى 20 سنتي على حسب الصنف المنزرع. وزي ما قلنا يا جماعة الأفضل في الزراعة أنك تحط الدرنة كاملة. لو أنت ما عندكش إمكانية أنك تحط الدرنة كاملة يا جماعة، هتبدأ تخرط أو تقطع البطاطس اللي موجودة عندك في كل شحفة أو كل قطعة يبقى فيها عينين، يبقى فيها يا جماعة إيه عينين، وتبدأ تحط الدرنات دي يا جماعة على مسافة زراعة من 15 إلى 20 سنتي، تمام؟ وبعد كده الآلات هتبدأ تغطي على البطاطس دي. كمية التهوي اللي بيحتاجها فدان البطاطس يا جماعة بتبقى على حسب طريقة الزراعة بتاعتك، يعني انت لو هتزرع الدرنة كاملة او انك انت هتقطع، يعني بتتراوح ما بين 750 الى طن ونص للفدان على حسب طريقة الزراعة، لو انت هتحط حباية البطاطس كاملة او لو انت هتخرطها الى قطع. وزي ما قلنا يا جماعة الاصل في الزراعة انك تحط الدرنة كاملة، ولو انت هتقطع او تخرط يا جماعة يفضل انك انت كل شوية تعقم السلاح او تطهر السلاح بالكحول 70%، لو انت تشتغل بتقطيع بس كل شوية تعقم السلاح او تطهره السلاح اللي انت بتشتغل بيه. وزي ما قلت انك تسيب على الاقل البطاطس يا جماعه المقطعه دي او شحفات البطاطس تسيبها قبل الزراعه او تخرط قبل الزراعه بحوالي 24 ساعه عشان تدي فرصه للشحفه انها تكون طبقه الفلينيه اللي قلنا عليها مهمه جدا دي، هتحافظ على الدرنه من العفان، كمان هتحتفظ بنسبه الرطوبه في الدرنه فتره طويله عشان مرحله الانبات. كمان يا جماعة معلومة مهمة جدا جدا تخلي بالك منها، لو انت هتزرع البطاطس سواء كنت هتزرعها الحباية او الدرنة كاملة او انك انت هتقطعها، اي حباية بطاطس يا جماعة او اي حباية تقاوي مصابة شيلها ما تحطهاش في التربة. اي حباية تقاوي يا جماعة او اي بطاطساية انت بتقطعها ولقيت فيها نسبة اصابة فيها مية فيها عفن فيها الكلام ده كله، ابدأ يا جماعة شيل كل الاجزاء المصابة دي وما تحطهاش في التربة عشان ما تنقلكش الاصابة دي الى باقي النباتات اللي موجودة عندك في الحقل. يبقى تخلي بالك كويس او منطر يا جماعة وتبدأ تفرز الدرنات المصابة تشيلها في جنب وتبدأ ترميها بعيد جدا، ما تحطهاش في التربة وما تزرعهاش وما تستخسرهاش. تخلي بالك يا جماعة من بعض العمليات الهامة في البطاطس يا جماعة زي إزالة الحشائش اللي موجودة في التربة، تبدأ تزيل الحشائش وتنظف حوالين النبات بشكل كويس جدا. وتخلي بالك يا جماعة من أول عملية فنية وهي عملية العزيء، ودي عملية مهمة جدا يا جماعة في المرحلة الأولى، أنك أنت بتوسطن النباتات في منتصف الخطوط، بتلاقي بعد الإنبات عندك بتلاقي بعض النباتات مرحلة مش جاية في نص الخط، تبدأ توسطن النباتات دي في وسط الخط يا جماعة عشان ما يبقاش نسبة عندك نسبة كبيرة من الدرنات المتعرضه للضوء، وبتبدا تخضر عندك درنه البطاطس، تبدا لما بتتعرض للضوء يا جماعه بتحول الى اللون الاخضر وما بتتباعش ولا بتتشرى، وبتبقى صفه سيئه جدا في التسويق. فتخلي بالك من النقطه دي يا جماعه، اول عزقه مهمه جدا جدا يا جماعه انك انت بتوسطن النباتات داخل في منتصف الخطوط، وبتبدا ان انت تلم شرب او تلم تربه كبيره حوالين النبات، وبتغطي النبات بشكل كويس جدا في المره الاولى للعزيء عشان زي ما قلت لك ما يبقاش عندك درنات خارجة أو باينة من سطح التربة معرضة للضوء فبتحول إلى اللون الأخضر وبتبقى ذات صفات سيئة في التسويق. الحلقة اللي جاية يا جماعة إن شاء الله نتكلم عن الري وتسمية البطاطس بالتفصيل، كل حاجة إن شاء الله هنوضحها لحضراتكم. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى أن أكون قدمت لكم معلومة مفيدة، وأتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.